عثمان سيأخذ قوانين جنكيز ليعطيها لجيخاته. عثمان سيكون إلى جانبه محارب واحد، كلاهما فقط. ستتحسن يا كونغار، ستتحسن. لماذا تقفين يا امرأة؟ أليس لديكم طبيب؟ هيا بسرعة ابحث عن طبيب. لا تقلق يا بني، لا تقلق يا كونغار، ستتحسن. هيا 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 بسرعة. هيا هيا بسرعة بسرعة. تلك القوانين لي وليست لجيخاتو، تلك الأمانات هي من حقي أنا فقط. اجلبوا حصاني. سنذهب معه، أنا أتيت معك. هل كنت بجانبي في صقيع أوسكار أو في حرارة الصحراء؟ أنا سأذهب وأخذ انتقام ابني منهم بيدي هاتين. دعي هذا الأمر لي يا صوفيا. دب بوسكر هذا لا يفكر إلا بانتقامه. لن أترك عثمان له. ليستعد الفرسان فورا، سنخرج. اليوم سوف أغسل يدي بدم عثمان.